إذن أخرى الإخوان، المخرج الثاني ديال طريق الفلاح كيبدأ من هاد النقطة هادي، عقلوا عليها برا محطة ستاسيون ديال ليسانس السلامة، كنديروا الرومبا ديال السابلدور وكنطلعوا مع هاد الطريق هادي. تبعوا معايا مزيان، دابا درنا الرومبا اللي عند ستاسيون ديال ليسانس لي في السابلدور، طلعنا معاها باش غنخرجوا طريق الفلاح. يعني الناس في الصيف يكونوا على بال الى بغاو يخرجوا من داك الزحام ديال الطريق الرئيسيه فهرهوره في البحر، يدوز مع الطريق. عقلوا معايا، عقلوا معايا مزيان، الفيديو القادم اللي فات السابق كنت وريتكم الخرجه اللي من لهيه في سيد العابد، رومبان سيد العابد، دابا راه الرومبان ديال السابلدور اللي حدا بومباد ليسانس. غطلعوا معاها، غدير الرومبا وغطلعوا معاها نيشان بحال هكا. عقلوا معايا مزيان، مبقاش نعاود لكم 100 خطره. حنا كنتعذبو وكنقاسيو مع هاد الدراجه الهوائيه، إذن خصكم تستافدوا باش نبقاو مزيانين. هما لو كنت غنبقى انا نهضر 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 في الاخر تقول لي شنو قلتي ولا يسولني شي واحد عافاك منين تتخرج الطريق بالله، هي بحال كنكب الماء في الرمل. اذا تبعوا معايا الله يجزيكم بخير، عندكم امتحان في اخر الشهر. غادي ندير لكم سؤال وتربحوا معايا واحد الفرخ، فرخ سميتو بعدا سميتو كاروبسيت. عقلوا معايا اخوان مزيان، راه تربحوا معايا اخر الشهر فرخ من نوع كاروبسيت. ها انتم الطريق كتخرج ديريكت الطريق في البحر. الرومبا شفتو، غتخرجكم لهاد الرومبا. داروا الرومبا هنا مقابله مع ديك الرومبا اللي لتحت تجيه ستاسيون ليسانس سيد السابلدور. هي الرومبا يا اخوان، وكتشدو طريق الفلاح ديريكت باش تخرجو لتمارة ولا الرباط ولا الدار البيضاء فين ما بغيتي تشدو الطريق. الناس هاهما خدامين هنا، العمال جنود خفاء. جنود الخفاء، جنود خفاء خدامين. ما داروا لي ما تخيلها هنا. غادي تصاوب، غادي تصاوب طريق الفلاح ان شاء الله، غادي تزيان ما شاء الله. راه هذا دقه دقه، حنا ما خصنا نمشي زربه. جميل جميل، كل شيء خدام شفتوه، كل شيء خدام تبارك الله. الجاردينات هما دوزو تيو ديال الماء ديالهم ديال السقيان، ويزرعو هاد الشجيرات هادو هنا. واخا انا ضد هاد الشجر، هذا بغينا القصب، بغينا الشجر. ولكن واخا خليتو داك الصوار هادوك ديال لي فار، وتحيه ديال العساكر. الصوار مزيانه، إذن الإخوان كما كتلاحظوا هنا الأشغال على قدم وساق،
في طريق الفلاح. لاحظوا معايا هادو هنايا دوك البروتكسيونات دايرين على حساب القوات. شتو الاخوان، هذه خدمه نقيه، هذه خدمه ديال الشركه اللي كتحترم اللي كيد الشارج. في كل قادوس دايره داك الباريارات باش ما يدوزوش عليهم. هاد الشجر، لاحظوا الشجر. صافي هادو كملوا الشجر ديالهم هنا، واخا انا ضد الشجر. جميل 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 جميل. اخيرا طريق فلاح غادي تولي روعة بما فيه الكفاية. جميل جميل. طريق فلاح غادي تغلى عليه اخوان. صافي باي باي. طريق فلاح غادي تغلى. هاي غلا العقار فيها، تغلى الارض. هنا الا خرجوا الحوانت ولا القهيوات غايجيو زوينين، الروعة بما فيه الكفاية. بدلوا الطرو، بدلوه واصحاب النظافة، بدلوا الطرو دار. صافي مبقاش صالح. الله يجزيكم بخير. صافي غيرنا، نغيروا كلشي باش نبقاو مزيانين، ماشي عاوتاني نبقاو. لاحظوا يا اخوان، انتم شوف بحال هكا في كل قادوس خصهم يديروا بحال هاد العيبات هادو باش ما يدوزوش عليهم المواطر ولا السيارات. هما هنا راه مازال دايرين مخليو. دابا هذا يا اخواننا دازت عليه شي موطور ولا شي بيكالا ولا شي طوموبيل، هاد القادوس هذا عالي بزاف، هذا راه يسبب حادثه سير خطيره للسائق. خصهم يحطوا هنايا واحد بريه ولا شي علامه ولا شي اشاره. ها نشوف، لاحظوا القواس هادو، لاحظوا يا اخوان شو شحال قادوس هنايا عالي. شوف راه ماشي معقول هادشي هذا. الله يجزيكم بخير الشركات، طبقوا القوانين ديالكم اللي كتعطى لكم في كاي الشارج، ديروا الباريرات بحال هادو. علاش ما ديروش كل قادوس؟ ولا على الاقل درتو هادي، ديروا هنا واحد البورنيه صغيره، داك المثلثات، راه غيسبب لكم شي مشاكل هادو مع المواطن. وانا راه ما كنطبل لحد، الله يجزيكم بخير. انا اللي كاينه لا تنقولها حاجه اللي ماشي معقوله لا تنقولوها، والحاجه اللي معقوله راه تنقول لكم معقوله وصافي. وانا انا نبقاو نهضروا ولا الله يجزيكم بخير، خليونا مزيانين نبقاو نهضروا في شي حاجه المشاريع اللي هي مزيانه. اذا الاخوان هرب واحده اخرى. في كل تقاطع دابا داير الرومباج. شتو شتو رومباج واحد اخر هنا، باش اللي بغى يدير دميتور يدير دميتور. باش نبقاو مزيانين. اجي نشوفو سيدي شنو واحد اخر هنا كاين. طريطوارات هما غيجيو بيهم. ما يسخر امور. مشكل واحد اللي عندكم هو صاحب الشركات راه ما كديروش شي. الله يجزيكم بخير، واحد الاحتياطات اللازمه لهنا للسائقين. شوف هذا القادوس هذا عالي، شفتوا راه خصهم باش يعرفوه، خصوص هنا ما كاين لا ضو لا والو. شوف شوف شحال عاليين. شوف 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 والله عالي بزاف. انتم يا اخوان لاحظوا معايا، لاحظوا لاحظوا معايا شحال عالي. شفتوا تخيل دابا شي موطور يجي كيجري ولا شي بيكالا ولا غير الطوموبيل، الطوموبيل غاتكلو فيها الرويضه، الموطور غادي يتهز غادي يدير شي جدور. شوف 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 شحال مقادوس هنا. شوف 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 راه خطير هادشي. كنتمنى من الشركات ينتبهوا لهاد، يداركوا هاد التصرف هذا.
هاد الشجرة اخوان راه ما بانش ليا انا فيه. انا تنقول عليكم انا كون سعفتوني كون درتو القصب. المهم هاد الشجر هذا راه ما هواش. عرفت انا هو كيتشعشع بحال دابا كيتشعشع ياك غادي يزيان هنا غيجي. علاش؟ حيت كاينه هنا مساحه. لاحظوا معايا كاينه مساحه فين يتشعشع، يعني واخا حتى يتشعشع ما يدلاش في الطريق، فهمتي؟ وحاجه اخرى راه خصكم متابعه ديرو، ديروا المتابعه للاشغال الحاجه اللي درتوها. زرعتوا الشجر خصكم ديروا ليه متابعه، يعني معاينه كل خطره، كل 3 شهور مثلا ولا كل شهر، الا كانت دله ولا كانت شي حاجه تهرسات تزبروها. ماشي زرع وخليك، وانا تنقول لك راه كاين شي بلايص راه كتسالو شي اشغال صافي كتهملوها. خليونا مزيانين الله يجزيكم بخير. هنا كاين المساحه هنايا فين يتشعشع الشجر، وكاين في بعض البلايص راه ما كاينش المساحه، يعني يحتاج يتشعشع راه غيدلى في الطريق. اذا الاخوان كما كتلاحظوا معنا هنا هما وحدوا لهم الصفوف صافي، ضربوا لهم المريطبات ديالهم، الناس ركبات البيبان ديال الكراج والبيبان ديال باب الدار، دابا خصهم يتسبقوا لون موحد. انا تنقول لك شي واحد يبدا يدير لي الزرق والاحمر والصفر والخضر شيمي كولور، لون موحد. هذه شي اقامه هنا كتبنى. هذا غلى العقار هنا، غادي يغلى العقار هنا غادي يغلى الاخوان. هذا الشيء راه ماشي مزيان، الواحد يبقى يحتكر او لا يستغل ينتهز الفرص. الوزير قال لي راه غادي يتدخل في المسائل هادو. واحد الغاره الاخوان شفتوه، الغاره راه تخرج تحت الارض، راه شفتوه الطريق هذيك شاد. دابا هادي دابا شي غندوز لكم من هنا نوريكم. شاد لهاد الجهه. شات من هنا ما تخرج الطريق الفلاح. غادي تخرج من لوط تحت لوطوروت وتمشي لها، تخرج باش تمشي لتمارة. دابا شي غندوزو منها ونشوفو حتى هي كي دايره. جميل جميل، طريق طوارات هما هنايا راه محطوطين، راه هما جايين بهم كيصوبوهم. مزيان مزيان، الله مبارك. إذن هنا الأمور صافي راه ناضية، قاع الطريطوارات يكملو وبطوات يتزرعو. ويدوز فيهم الضو صافي الإخوان. راه عليك أبونجور ديالكم وسام الشرف على هذا الإنجاز. طريق فلاح، حتى راه عرفتي طريق فلاح كي كانت، اللي كيقول لك مشي طريق فلاح وكان فيها تقريبا شحال كان فيها واحد جوج متر ولا 3 متر في الطريق. ضربه دابا على دابا ضعفات وتلتات كاع. تبارك الله ما شاء الله. جميل جميل. ها الرومبا واحده اخرى. اذا دابا تقريبا دزنا على 3 ديال الرومبانات منين طلعنا من الرومبا ديال ستاسيون صبلدور. ديال رومبا واحده اخرى شفتوها. ها هي الاخوان، هنا القنطره كتدي ديال الراجلين. يغبرنا هذا. ما لقيتي وقتاش تدوز انت غير ويلي صاحبي والله الا منحوه هذا النهار واقيلا ما غاديش يخرج. وما تلاقيت معاه غير هو، هادو باقي ما داروا الصور ولا. هادو فكرتي هادو هما اللي فيهم خشونه، هنا جاو ضيقوا الطريق. علاش هادو ما يحيدوش لهم؟ علاش هما ما يوسعوش لهم
يدخلوش ليهم حتى هما. راه ماشي معقول بقاو حنا نديرو عاوتاني هنايا على هذا هي هذا لا. السي محمد راه جا في البلان من اللي بديتو من الاول كملو حتى الاخر. انا ما كنعرفش هذيك القضيه ديال هاد الطريقه تخرج هذه ما تخرجش الشهيد كملوا من نفس النيفو والسلام. ايوا باش نبقاو مزيانين الله يجازيكم بخير. ويلي ودابا الاخرين راه يبقى فيهم الحال دابا الاخرين اقول لك علاش هادو تما ما حيدتوش ليهم. ايوا باش نبقاو مزيانين وادويو علينا وجويو علينا جريو علينا وشكيو علينا ولا مع كي كيقولوا ليها. اذا الاخوان خصنا واحد الوضوح والشفافيه في هذا الامر هذا. اذا اليوم دابا شفنا وريتكم الطريق بالنسبه لنا كان الضغط في الطريق الرئيسيه ديال البحر هرا ورا. اذا كان فيها الضغط في الصيف وبغيتوا تقبوا على طريق الفلاح بالنسبه للناس اللي مصيفين في الصابردور راه يطلعوا على يديروا الرومبا ويطلعوا على ديك الرومبا ديال ستاسيون دي ليسانس السلامه يطلعوا عليها عاودوا الفيديو راه غتلقاو المشاكل تما كامله. بقاو طالعين تتخرجوا قلنا في الصور في الصور ديال المحتلين. اذا الى هنا اترككم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.